وش فكر الرباعي يلا اخوي الله يرحمه. اول شيء مشكورين على جهدكم، لان قناه الموصليه وشيء قناه سباقه دائما تنقل هم المواطن الموصلي بالذات، الله يرضى عنكم. اخي نطالب القوات الامنيه مشكوره طبعا وبارك الله بهم والكوادر بليدي اثنين هم بفتح شارع الفيصليه اللي يمتد من بدايه السويس، لان تعرف هاي يعني منطقه الفيصليه من المناطق التجاريه المهمه بالموصل، والمنطقه كلها المحلات كلنا جايين بس يريد يفتحون الطريق انشي نقاض. نحن حاضرين نتعاون مع القوات الامنيه مع الكوادر بلديه الموصل من اجل فتح الطريق. صندات على اليمين على اليسار كلها خليتوها. هاي لا المنطقه هاي مئات العوائل عايشه. مازن والله بدي اسالين عسك جد موصلي حق القامه يا علب عمون يا فرح. اولا بالبدايه نشكر قناه الموصليه المتيئة الى مكان الفيصليه، منطقه الفيصليه منكوبه صار لها 9 اشهر واصحاب المحلات يعني صراحه منكوبين، وهذا الدمار الموجود حاليا يعني عده عمارات واقعه، ولكن الاساس هو ما ياتي المواطن هون يدي يفتح يعني محلاته لسبب. السبب الطرق مقطوعه، يعني من جسر سنحاريب من منطقه بدلت السويس من منطقه نبي يونس عليه السلام هاي المنطقه، ومن منطقه المشاتل بالضبط. هاي المناطق كلها مسدوده ومقفله، فاذا ما يفتحون هاي المناطق المحلات ما تعود، لان مثلا شخص يحتاج له بلوك او غمل او سمنت، شلون راح يجيب الغمل والسمنت غير عمر محله الطرق تكون مفتوحه؟ اشكر الفضائيه الموصليه وبهالوضع هذا، والله يساعدهم ويحفظهم ان شاء الله، وهي مواكبين معانا من العمليات من البدايه الى حد الان. لكن احنا واني الفتره اللي حصلت بعد التحرير انه صار له الفتره 9 اشهر، وهاي المنطقة يعني كل المحلات كل محل بي 4-5 عوائل، ومحتاجين من السيد قائد عمليات الله يحفظه أنه ينظر لنا بعين العطف، أنه يمر لنا البلدية الخدمات، أنه يجون يفتحوها حتى الناس هاي ترجع إلى محلاتها وتنتعش وتنسي يعني هاي المأساة اللي تنطوي هاي الصفحات الراحت. والله انا متاكد هسه كل بيت بينه كل محل بينه 4-5 عوائل. انا من الناس اللي مواكبين هاي المنطقه صار من فتره 9 الى حد الان. مره واحده جاء مصور الفضائي الله يحفظه وصور، لكنه القوات الامنيه طلعته لانه لدواعي امنيه، بس الفضائيه الموصليه بس متابعه معانا. لكن احنا نريد من الحكومه المحليه سيد المحافظ الله يحفظه الكهرباء الماء، يعني انا اللي متعجب يعني متعجب انه نحن بالساحل فتح الطرق، بس بالساحل الايسر، الساحل الايسر تحرر كله، بس بقى الفيصليه يعني نريد نعرف ايش السبب، يعني ليش على الميدان مأمنة قدامنا؟ شوف ماكو شيء طبعا مأمنة 6-1 كلها ترى بعد باب الصراحة قبل ما نصور كلها محلات جهود بجهود القوات الأمنية منطقة الموصل الأيمن كله تحرر. نطالب اللواء نجم فتح الطريق الفيصلي، لان ضرينا كثير، هاي صار لنا اكثر من التحرير من تحرير الساحل الايسر لحد اليوم ما طقنا نوصل، هسه طقنا نوصل، نطالب بفتح الطريق نطيق نرجع على محلاتنا نعمره، لان عندنا عوائل والاف العوائل اكو هون بالفيصلي تحتاج محلاتها. الوضع الامني بجانب الايسر في وتحديدا في منطقه الفيصليه شلون نشوفها؟ والله جيد جدا، نحن واقفين وعيان جسر العتيق وكل شيء ماكو، ما شاء الله كل شيء ماكو، الوضع الامني مستتب، بس نطالب فتح الطرق نجي على محلاتنا.
نطالب والله من الجهات المعنية بس فتح الطريق. نعم. الناس هتجي تريد تسوي خبنقاتها تشتغل بالتفتح على باب الله. نعم. بس ما يقدرون يطلعون على الشارع، يريدون يأمنون الشارع ويفتحون المحلات مالهم، وهاي الأنقاض السيارات كل الفروع طبعا كلها مسدسدة لحد الآن، ما حد لا جاء لا بلدية لا كهرباء. والله احنا نطلب منهم الإسراع برفع الأنقاض وفتح الطرق، لأن أصحاب المحلات فترة طويلة كانوا قطعت عن أعمالها، فأريد المنطقة أنه تتنظف حتى تتأهل للعمل من جديد. زين الوضع الأمني شلون هنا أنتم عايشين؟ زين الوضع الأمني؟ والله إحنا ما ساكنين بالمنطقة، يعني ما صار لنا يومين ثلاثة من جينا، بس الوضع الأمني جيد يعني باستثناء المناطق المفتوحة. أما داخل الأسواق داخل المناطق السكنية ماكو أي مشكلة. نعم. يعني ست مشكلتكم الوحيدة بس فتح الطريق وعودة الحياة إلى طبيعتها. تأهيل المنطقة من ناحية الخدمات. نعم. كهرباء. نعم. فتح الطرق، رفع الأنقاض. نعم. الماء موجود يعني. نعم. هذا أمر جيد. والله شوف الوضع الأمني هنا هاي المنطقة كلش زين، بس شنو لا كهرباء لا ما يعدهم لا شيء، يعني منطقة شوية تعبانة تريد لها يعني. زين شوف شلون شوف تعامل المواطنين مع الأجهزة الأمنية؟ والله تعاملهم بالمنطقة هنا كزين يعني منطقة، بس غير المنطقة ما أعرف، بس هاي المنطقة كلش تعاملهم حلو يعني أنا و... زين أنت أستا التقينا مع بعض أصحاب المحلات في منطقة الفيصلية وطالبوا بفتح الطرق ورفع الأنقاض، هل أنت مؤيد لهذا الشيء؟ نعم مؤيد. نعم مؤيد لهم. نعم.